جينا خويا كنخيطوا في هاد الخيام هادو لهاد الناس هادو المتضررين ضروا خاصهم الخيام وداكشي. وهادي راه كما كتشوف قدامك كاين شابيط هنا غنفرقوه للناس فهمتي، غنفرقوه باش تكون العيالات بوحدهم والرجال بوحدهم يقدروا يديروا فيه مدرسه. وكاينه تا مدرسه غيديروا فيه تا مدرسه للدراري الصغار حقاش كاع المدارس رابوا هنايا فهمتيني، كاع المدارس رابوا. اه دابا تنخيط، جبنا الماكينه ديالنا وجبنا الثوب وجبنا كيما تشوف راه السياره فينا هي، جبنا العود جبنا كلشي الماتيريال ديالنا كنخيطو هنايا حسن من اللي حنا حيت هنا كنشدو العبار وداكشي وكنخيطو داكشي باش نقسمو للناس فين يجلسوا. فرحان بهاد المبادره بزاف كاع، والله الا بزاف كاع فرحان بزاف بهاد المبادره. هادو اخواننا هادو راه ماشي راه غنضروا بزاف مساكن هاد الناس. اه لا والو ما جبنا لا ماكله لا والو، جبنا شي حاجه ما بغيناش جبنا شي حاجه فرقنا على هاد الناس. اه حويجات جبنا، حويجات جبنا مانطات جبنا حويج ديال اللبس بيجامات ديال البرد فهمتيني، وجبنا الثوب راه كيما كتشوف راه كاينين الروال عندنا راه باقيين جوج روال لهلي والمرت ثلاثه وكاين جبنا هنايا جوج روال غنصاوبوا بهم لهاد الناس هادو هنايا نقادوا لهم الامور ديالهم ونمشيو غادي نمشيو لثلاث يعقوب ثاني نفس العمليه. جينا هنايا عوض باش نخيطوا في الدار البيضاء نظرا لبعد المسافه، جبنا الماتريال ديالنا تاع المكان وباش نقوموا بلي كوفيرتير داخل لي طونت ولي شابيطو من ومساعده اخواننا بهذا الشكل او بشكل نحميهم من البرد ومن اشعه الشمس وميم طون ويكونوا مرتاحين ونقدموا لهم يد المساعده بطريقه جميله وهم متضررين. وجدنا تقريبا شي 20 تقريبا حاليا متفرقه في لي زون هنا، ليست هنا ولكن متفرقه عبر الدواوير. غادي نمشيو لثلاث يعقوب اسني، ربما كاين واحد سريكتير تشابيط بحال هكذا هو غنقوموا بواحد العمل انساني لمساعده اخواننا هناك. كنديروا الثوب وماكينه الخياطه وكنفصلوا بالعود عندنا راه في السياره ديالنا اللي جات معنا السلعه ديالنا. بديناها كيقول لي تقريبا البارح وجينا عند الناس خدينا من عندهم الضو، ما كاينش الضو في المنطقه لا من الكوبه بسبب الزلزال، جينا خدينا الضو هنا باش نخدموا الاشعال ديالنا هنا وكننقلوهم. كنتمناو تكون الامور احسن ويجيو ناس اخرين متطوعين من اجل مساعدتنا لفك العزله على السكان المتضررين.